السلام عليكم، والآن نكمل الصفحة الأخيرة من الدرس. أكتب نمبر 2. أكتب المسودة الأولى مراعيا التخطيط الذي قمت به. You write the قاموسي المصور, the words only. You write it here in your copy book. أعيد كتابتي, يعني أعيد, repeat again, يعني write again. أعيد كتابتي في دفتري مراعيا ملحوظات المعلم, the notes for the teacher. أحتفل بكتابتي, celebrate my copy. أكتب الفقرة بخط جميل وألصق صور لي ثم أنشر كتاباتي بطريقة المفضلة. You can draw the lesson for Raya, write the lesson for Raya. Raya dream. And put picture for you. ثم أنشر كتابتي بطريقة المفضلة. You can choose, you write anything you like. وإلى اللقاء. انتهينا من الدرس, وإلى اللقاء في الدرس القادم. مع السلامة.